أكد قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الجهوزية الكاملة لتنفيذ هجوم ضد حزب الله، ومحذرا خلال لقائه قوات لواء جولاني من أن الهجوم سيكون حاسما وقاطعا على حد تعبيره. أني مخات فكيد جدود من بي كلهم אנחנו מחויבים לשנות את המציאות הביטחונית פה בצפון. כל תושבי מטולה וכל תושבי הצפון יוכלו לחזור לבתים שלהם, והגדוד והחטיבה עושים עבודה מעולה בהשלמת המהלך ההגנתי שלכם. יש הרבה מאוד פעולות התקפיות בעניין הזה. אנחנו כבר חיסלנו יותר מ-500 מחבלים בלבנון, רובם הגדול מחיזבאללה. ואנחנו השמדנו אלפי תשתיות. הגב שלנו זה התושבים, הגב שלנו זה האזרחים, והפנים שלנו והקנים שלנו מכוונים לאויב. שכשיגיע הרגע ונצא להתקפה, היא תהיה התקפה נחרצת ומכרעת. והמציאות שאנחנו בונים עכשיו במה קורה בפגיעה בצד השני ובהרחקה של האויב, היא מאפשרת לנו את ההתקפה הזו לעשות בצורה מאוד מאוד איכותית. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن لقاءً سيعقد الأحد في روما بين الموساد والاستخبارات الأمريكية والمخابرات المصرية وقطر بشأن غزة. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدرين مصريين أن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل إلى هدنة في غزة. ووفقا لمصادر الأربعة فإن التعديلات تشمل إطلاق سراح الأسرى لدى حماس، وهو ما يعقد التوصل لاتفاق ينهي القتال المستمر منذ 9 أشهر. وقالت المصادر الأربعة لرويترز إن إسرائيل ترى أنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن إسرائيل تراجعت عن توافق سابق يسمح للمدنيين الفلسطينيين الذين فروا إلى جنوب القطاع بالعودة إلى ديارهم بحرية. وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطالب الإسرائيلية الجديدة، في حين أشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة. من القاهرة الدكتور أحمد شحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي. دكتور أحمد أهلا بك. خلينا نبدأ من هذا العاجل الذي تحدثنا عنه يوم الأحد في لقاء في روما، CIA الموساد المخابرات المصرية القطرية سيجتمعون لبحث هذا الملف. يعني ليس جديدا، في اجتماعات كثيرة حصلت وحضرها مخابرات في فرنسا وفي غيرها ولم تفضي إلى شيء. هل يمكن التعويل على هذا الاجتماع الأحد القادم في روما؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني من وجهة نظري أن هذه جولة جديدة بتتحاول الدول الوسيطة التوافق معها، ولكن فكرة التعنت الإسرائيلي قبل الذهاب إلى روما هو واضح في المشهد، لأنه يعني وضع شروط تهد الاتفاق قبل أن يبدأ، وشروط تم التوافق عليها وتم التفاوض عليها مسبقا وكانت نقطة خلاف، ومن خلال الدول الوسيطة سواء الولايات المتحدة أو مصر أو قطر تم الوصول لبعض الصيغ التوافقية، ولكن كالعادة في 10 أو 11 مرة السابقة في الخطوات الأخيرة يضع نتنياهو بند جديد أو تعديل جديد يهد ما تم بناؤه في الاتفاق. فأعتقد أنها مرحلة للأسف هي مرحلة جديدة تفشل قبل أن تبدأ، ولكن في يعني قواعد التفاوض ليس هناك فشل دائم، ولعل وعسى
يبقى هناك أجواء يعني تحدث حالة من التوافق، ولكن بهذه البداية التي يعني ذكرناها أو طبقا للتسريبات التي حدثت، أعتقد من الصعب للوصول لوضع يعني إيجابي يحلحل الوضع ويصلوا إلى يعني حلول فعالة للأسف الشديد. هناك مشكلة، يعني نحن أمام مشكلتين. المشكلة الأولى تتعلق بغزة وما يحدث في غزة، لكن في نقطة خلاف إسرائيلية مصرية تتعلق بمحور فيلادلفيا وأيضا معبر رفح تحديدا. ومصر وإسرائيل تدخلان في توافقات أو في مناقشات على هذه المسألة. مصر ترفض التواجد الإسرائيلي في هذا المحور لأنه منافي للاتفاقات السابقة، وإسرائيل تتملص، تراوغ، تهرب بشكل أو بآخر. رؤيتك لهذا الخلاف، إلى أي حد يمكن أن يحسم ما بين الطرفين، وحدود المصريين في التعامل مع هذه النقطة؟ يعني أولا يعني ليس من يعني أو من المعروف أن هناك لجان مشتركة بتنظم عمل الحدود ما بين الطرفين، ويعني وتتعامل مع أي خروقات أو أي أمور تتجاوز الملحق الأمني لعملية السلام من 79 حتى الآن. فهذه المشكلة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح ورمزيته من الجانب الإسرائيلي والزج باسم الدولة المصرية في كل حوار، سواء موضوع الأنفاق وتسريب يعني أسلحة أو أفراد أو خلافه أو أي أمور داعمة للجانب الفلسطيني، هذا المشهد ليس جديد على الدولة المصرية، إلى مشهد استشهاد الجنود على الحدود وخلافه. هذا الموضوع يعني أؤكد لحضرتك أنه أحدث مضاعفات كبيرة في شكل العلاقة الثنائية ما بين الطرفين، وأحدث أيضا مضاعفات أخرى في إطار عملية السلام، وأصبح هناك يعني سوء في النوايا وإدراك الجانب المصري أن نحن نتعامل مع جانب إسرائيلي ليس له عهد في هذه المرحلة بالذات. ففكرة إصراره على الوجود في محور فيلادلفيا برغم في المرحلة السابقة أعلن بشكل غير رسمي أو من خلال التفاوضات أن هناك استعداد للانسحاب من هذا المحور ومن معبر رفح، مع إعطاء ضمانات أو بشكل الإدارة لهذا المعبر، سواء إدارة مصرية أو قوى إقليمية أو قوى فلسطينية غير حماس، ولكن يعني مباشرة تم يعني رفض هذا الموضوع بشكل قاطع وإعادة مرة أخرى للمربع صفر. فهذا الحال بتحاول الدولة المصرية أن تعبر عن موقف حاسم في هذا المشهد، رفضها رفضا كامل، حتى فتح المعبر المصري في إطار ما يسمى التنسيق مع إسرائيل، لأن التنسيق مع إسرائيل من دخول المساعدات من هذا المعبر إلى الجانب الفلسطيني في وجود إسرائيل بيعبر عن اعتراف مصري بهذه الحالة الاحتلالية وبالحرب الإبادية من هذا المشهد، وبيهد ثوابت في يعني على اتفاقية الحدود بشكل مباشر. فهناك حالة من التوتر في العلاقات، ولكن في أثناء التفاوض من النقاط الرئيسية التي يتبناها الموقف المصري بشكل حاسم وفاعل هو ضرورة انسحاب إسرائيل من معبر رفح وخفض العلم الإسرائيلي لرمزيته السيئة بالنسبة حتى لجنودنا في الجانب الآخر. والنقطة الثانية الخروج أو الانسحاب من محور فيلادلفيا، لأن هذا يعني يعطي إشارة سيئة لاستمرار عملية السلام أو يؤثر على مسارها ومصداقية الطرف الإسرائيلي في هذا المشهد. أشكرك دكتور أحمد شحات من القاهرة. دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك.